أقيمت في قرية كاور التابعة لمحافظة مادبة احتفالية ثقافية موسيقية رعاها وزير السياحة والأثار نايف الفايز. اشتملت الفعالية على مسرحية استعراضية أحيتها فرقة لبنانية تحكي تاريخ قلعة مكاور وقصة قطع رأس يوحنا المعمدان. إلى التفاصيل. احتضنت قرية مكاور التاريخية عرضاً مسرحياً غنائياً يحكي قصة قطع رأس يوحنا المعمدان في مكاور بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وبرعاية وزير السياحة والأثار نايف الفايز وبحضور رسمي وشعبي واسع. وفي كلمة الافتتاح قال الوزير الفايز: إننا اليوم نلتقي في مكاور إحدى مناطق الحج المسيحي والتي تروي قصة يوحنا المعمدان لنحتفل بتاريخ عريق وحضارة عريقة، شاكراً القائمين على هذه الاحتفالية الثقافية من الأشقاء في لبنان وإقامتها في هذا الموقع الديني والتاريخي الهام. مكاور لها أهمية تاريخية وأهمية دينية. مكاور هي إحدى المواقع الخمسة التي تم اعتمادها كمناطق حج مسيحي في الأردن من العام 2000، واليوم ونحن نحتفل بهذا العمل الفني وبالتشارك مع أهلنا وأخواننا في لبنان لنسلط الضوء على قصة يوحنا المعمدان، الذي يعتقد بأن هذا الموقع الذي تم قطع رأس يوحنا وتجسد الحياة التي عرف بها يوحنا واستمرت حتى بعد قطع رأسه لما يحمله يوحنا من رسالة محبة وجمع بذاك الوقت وفي هذا الوقت. اليوم يوحنا المعمدان لا ننظر له كشخصية فقط شخصية تاريخية، ولكن شخصية دينية مهمة، وهو من الأردن الذي نعتز ونفتخر به، ونريد أن تكون هو قصة المكان الذي ننطلق منها، ونستقطب أيضا الزوار ليس فقط للموقع الأثري ولكن للموقع كحج مسيحي يأتون من الدول الشقيقة والدول الصديقة. واشتملت الاحتفالية الثقافية التي أحيتها الفرقة الاستعراضية اللبنانية المكونة من 30 فنانا وفنانة مسرحية استعراضية غنائية رائعة من تأليف وكلمات وموسيقى الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن. وتحكي المسرحية قصة تاريخ المنطقة وقلعة مكاور التي شهدت الحادثة التاريخية الشهيرة وهي قطع رأس يوحنا المعمدان. ويقام هذا الحدث الثقافي في قرية مكاور في محافظة مادبة الذي جاء ضمن النشاطات التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في مادبة عاصمة السياحة العربية لعام 2022، والتي تهدف لإبراز مادبة كمدينة تشتهر بالأماكن الأثرية والدينية على الخارطة السياحية العالمية والإقليمية والمحلية، وخاصة بأنها تمتلك موقعين من مواقع الحج الديني المسيحي وهما جبل نبو ومكاور. ما بدي حكاية تحكي يا ورق الزمان، ما بدي مكاور تتلوت باسمه، كل اللي بيحكوا عن يوحنا حطوا ونحطوا. وبين الأب جوزيف سويد أن هذا النشاط حلم وطموح حظي بدعم من هيئة تنشيط السياحة ليسلط الضوء على موقع ديني متميز في الأردن وهو مكاور. وأضاف أن العرض الموسيقي الذي يحكي قصة قطع رأس يوحنا المعمدان سيجلب الملايين من السياح والزوار للمنطقة. خلوا العشب اليابس ياكل حيطانهم، بكون الملك ما بيبكي، بدي اشرب كاس الانتصار. اخذوا جسمه وراحوا لكن روحه بعدها، صوته احتل كل الاماكن وهجوما للكون. مش معنا يا يوحنا اللي فينا محفور، معنك معنا وعم تسمعنا يا عطر البخور. يا إنسان بالأحزان وبتشكك بالإيمان، علي الصوت حتى الموت.
غش وغار كونوا كتار نمشي دروم كبار صغار مهما صار الإسرار بالكفر. وجعي هو إنه اللي الله عطاني إياه كاستثمار، أنا بسميه الوزنة، بسميه العطايا، الموهبة اللي الله عطاني إياها من زمان، جربت استثمرها بكتير مجالات، بالوعظ، بالحكي، بالبشارة، بكل شيء عملته، ولكن بالنهاية بتحس أنه طعمتك بعد ما وصلت. مشان هيك حتى أشكر جلالة الملك وأشكر المملكة على كل اللي عملته مع لبنان، خاصة بوضع كان فعلا مأساوي بلبنان، التبرعات، الحضور، البصمة، الحكي، الدعم الحلو اللي أمنته المملكة. قلت أنا صار لازم أنه عن جد قول كلمتي، قول اللي عندي للناس، للأردنيين، لهالمملكة، لأهل الطيبين. فوين بدنا نقولها؟ ولمن هيك سعادته مجد اليعقوب حكي عن حلم بيراود وبمكاور، قلت ما كأنه ربنا بعتني من لبنان على أرض الأردن على النهر لحتى كون شاهد وصوت صارخ، وقل له شكرا على هالأوبورتونيتي اللي أعطيتنيها فرصة. أنا بالحقيقة عبرت عن كل مكنونات قلبي، كتبت ولحنت ووزعت وعملت أنا وهالشباب كل هالعمل، 30 شخص يكونوا عن جد بين إيدين هالشعب الراقي الأردني، عم بيقولوا محبتنا للملك، محبتنا للمملكة بهالاستعراض الموسيقي الفني الثقافي، واللي عن جد قادر يطلق عمل سياحي، ورشة سياحية كتير كبيرة بالمملكة بكل هالمواقع الرائعة بالأردن. هذا اللي حبيت أصرخه اليوم. فأنا بدي أقول قلتوا شكرا، قلتوا باللحن، قلتوا بالكلمة، قلتوا بالشعر، قلتوا بالتحضير اللي صار، قلتوا بوجع هالأشخاص اللي جايين تيقولوا نعم نحن كمان منحب الأردن. وإلى سيدنا ممثل البطريرك أنطوان عوكر تيقول نعم لبنان بفترة من الفترات وإن شاء الله عطول بتنفس من رئة الأردن، وبكرة إذا الأردن احتاج للبنان بأي شيء بتصور لازم لبنان يعرف شو قدم الأردن، ولازم نكشف شو قدم الأردن حتى بكرة كمان الأردن يتنفس من رئة لبنان وقت بيتعافى لبنان. يذكر أن قرية مكاور تشتهر بوجود كنائس تعود إلى الحقبة البيزنطية، أشهرها كنيسة الأسقف ميلاخيوس التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. وتأتي شهرة قرية مكاور من وجود قلعة مكاور التي وقعت فيها الحادثة التاريخية والدينية الشهيرة، وهي قطع رأس يوحنا المعمدان. يعني اليوم عمل فني رائع جدا بيحكي قصة يوحنا المعمدان شفيع الأردن، اللي احنا بنحكي قاعدين الآن كالأردن كوجهة ومحج لمسيحيين العالم. الأردن زي ما بتعرف فيه 45 موقع أو أكثر مذكور في العهد القديم والجديد. مكاور وقصة يوحنا المعمدان مهمة جدا للمسيحيين في العالم. دائما يحكي أنه في أوبرا سالومي بتصير دائما في العالم، أتمنى إن شاء الله ونستغل مع بعض إن شاء الله يكون في عنا أوبرا سالومي تكون موجودة في مكاور، القصة التي حدثت في هذا المكان يتم عرضها في كل العالم، ولكن إن شاء الله نعمل أنها تكون في مكانها الأصلي في مكاور. ودرب الحج المسيحي من خلال يوحنا المعمدان إن شاء الله الآن عم نشتغل مع وزارة السياحة على إطلاق درب الحج المسيحي والسير على خطى يوحنا المعمدان إلى المغطس وقصة انطلاق المسيحية من الأردن. فهذا العمل إن شاء الله سنعمل على أن يكون مش بس هذا، يكون فيه كمان بشكل شهري، وسيتم التعاون مع الجهات المعنية حتى يكون عمل لبناني أردني إن شاء الله، ويكون ضمن الفعاليات اللي بيزوروا الحجاج المسيحيين الأردن. الشرف تكون داس على المكان من داس المسيح، أوكي. والشرف تكون مشاب الأردن الطيب، وتكون لينك بين لبنان والجوردون. والشرف كتير كبير تكون بهيدي اللقزة وبهيدي ظروف بالعالم من بعد الكورونا اللي ما كانوا كتير open mind لل ستيج ولا سوري للمسرح، سوري من بعد التبين كثير من بعد المسرح يعني من بعد المسرح. فنعم حسيت حالي فعلا ما في ديفرنس بين لبنان والأردن. مشوارنا كثير كبير بالنسبة للتطور بين الفان وبين الإنجيل. بالنهاية أنا كلنا كلمة واحدة، نواصل الكلمة الرب
مع القصص اللي صاروا بهالدنيا على الكون على هاد حلوين، ايفن كانت للمسيحيين او كان للمسلمين او كان كله سلام محبه.